إذا مشاهدينا، للوقوف أكثر على أجواء الانتخابات الرئاسية التونسية المقررة يوم الأحد يوم غدا، نربط الاتصال بموفدة قناة الوطنية في تونس. إيمان لياد، أهلا بك إيمان. نعم، أهلا بك عصام، أهلا بكل السادة المشاهدين. إذا تغطيتنا دائما مستمرة الخاصة بالانتخابات الرئاسية التونسية للسادس من أكتوبر. هذه الانتخابات الرئاسية التي يتنافس عليها ثلاث مترشحين، كل من قيس سعيد المترشح الحر وزهير المغزاوي عن حركة الشعب، وكذلك العياشي زمال عن حركة عازمون، هذا الأخير التي حكم عليها بتهمة التزوير في تزكيات الناخبين. إذا نعود إلى هذه الأجواء التي تلاحظونها في هذا البث المباشر من عاصمة تونس، وبالتحديد من شارع الحبيب بورقيبة. أجواء هادئة على العموم في اليوم الأول من الصمت الانتخابي بعد أن انتهوا الحملات الانتخابية أنشطتهم يوم أمس، وكانت آخر حملة انتخابية نظمها الفريق المساند للمترشح قيس السعيد، أين دعوا الشعب التونسي للإدلاء بأصواتهم يوم غد للمترشح الحر قيس السعيد. إذا كذلك لحد الساعة عصام، حسب الهيئة المستقلة للانتخابات، لم يتم تسجيل أي خروقات من طرف المترشحين الثلاث، لأنه يحظر فيها على المترشحين القيام بأي نشاط انتخابي أو تجمع شعبي في الصمت الانتخابي الذي سيدوم إلى غاية يوم الاقتراع، وهو يوم غد، اليوم الحاسم السادس من أكتوبر، اليوم الذي سيدلي به الشعب التونسي بصوته ويختار الرئيس الذي سيحكم تونس لمدة 5 سنوات سابقة. إذا الرئيس الذي سيكون ربما هو رئيس سيجسد كل طموحاتهم وآمالهم لهذا الشعب التونسي الذي اليوم يعاني من أزمات سياسية اقتصادية وحتى اجتماعية عدة. وكنا نحن هنا من عاصمة تونس، تقربنا إلى المواطن التونسي، استمعنا إلى آمالهم من هذا الاستحقاقات التونسية، استمعنا كذلك إلى آرائهم هل سيشاركون في هذه الاستحقاقات الرئاسية. فالعديد من يرى أنه هذا واجب لكل مواطن تونسي للإدلاء بصوته اختيار الرئيس الجديد للحكومة التونسية. نعم عصام. إيمانيات، ماذا عن الإمكانيات التي وفرتها الهيئات هناك من أجل السيرورة الحسنة للعمليات الانتخابية؟ نعم، كما ذكرنا عصام، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وفرت كافة الإمكانيات اللوجستية والأمنية لإنجاح هذا الحدث السياسي، العرس السياسي، الاستحقاقات الرئاسية التونسية لسادس من أكتوبر. إذا تحدثنا عن الإمكانيات التي وفرتها، تم انتداب أعوان خاصة لمراكز الاقتراع، كذلك رؤساء تم تكوينهم لمراكز الاقتراع من أجل التسهيل على المنتخبين الذين سيدلون بأصواتهم يوم غد إلى مراكز الاقتراع، تسهيل المهمة عليهم. كذلك تم تسخير أكثر من 5000 مراكز اقتراع في تونس. كذلك لو نتحدث عن الصحافة سواء كانت الأجنبية أو المحلية، تم توفير يعني مكان خاص بهم وهو المركز الإعلامي، تم توفير حواسيب جيدة بشبكة أنترنت عالية من أجل تسهيل المهمة عليهم وإرسال المادة للقنوات الجزائرية، القنوات المحلية أو حتى الأجنبية أتحدث. عديد من الإمكانيات وفرتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من أجل إنجاح أولا هذا الحدث السياسي، وثانيا تسهيل المهمة على كل الصحفيين الحاضرين في هذه الاستحقاقات الرئاسية. كذلك نتحدث على ربما ندوات صحفية التي ستكون يوم غد بعد أو بداية من الصباح يوم غد، تكون على ربما تقربنا من الهيئة منذ ساعات على أن يمكن للقنوات الأجنبية أن توفر لها تقنية المباشر من أجل نقل الندوات الصحفية على المباشر.
إذن عصام، اتركني أشير إلى أن الهيئة الوطنية المستقلة إلى حدود هذه الساعة، ونحن تقريبا في منتصف نهار اليوم، اليوم الأول من انطلاق الحملة الانتخابية، لم تسجل أي خروقات، بمعنى كل المؤشرات تفيد لأنه تم التزام واحترام كافة الشروط والضوابط للمترشحين الثلاث. ذكرنا، نعيد نشير الى مترشحين ثلاث، وقيس سعيد وزهير المغزوي عن حركه الشعب، وزمال عن حركه عازمون. هذول المترشحين الثلاث الذين يتنافسون اليوم على قصر كارتاج من اجل حكم تونس الى تونس، يعني تونس جديده، تونس نراها تنتعش، تونس بقوانين جديده، بحلول خاصه لكل الشعب التونسي. موفدة قناة الوطنية لتونس إيمانيات، شكرا جزيلا لك، وسنتواصل معك في موعدنا الإخبارية القادمة من أجل متابعة الحدث. إذن